أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج رحمة للعالمين يأتيكم عبر قناة المغربية في لندن. سنخصصه للحديث عن الإنفاق في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان وأهمية الإنفاق بصفة عامة في بناء المجتمع المتضامن. فكرة الإنفاق وحسن توزيع الثروة بين الناس ليست فكرة تحفظ المجتمع الإنساني السليم وترعاه فحسب، بل إنها كذلك فكرة تعمل على تأسيسه ورفع أبنيته. فالإنفاق تشريع بناء وليس تشريع حفظ وصيانة فقط. العذاب الأليم والخزي في الدنيا والآخرة وعد من الله سبحانه وتعالى للبخلاء، فكيف يمكن دفع المؤمن للإنفاق؟ وما أهمية الإنفاق ودوره في دعم التضامن المجتمعي؟ هذه الأسئلة وغيرها محور حديثنا في برنامج رحمة للعالمين لهذا الأسبوع، فأهلا وسهلا بكم. إذن مشاهدي الكرام، للحديث بشأن هذا الموضوع أرحب بضيفي بدءا من طرابلس الإمام والداعية الشيخ شكري الحاسي. الشيخ شكري، شكرا جزيلا لقبول الدعوة، ورمضان مبارك إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. بك أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، كل العام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم. شكرا. طبعا أنا أتحدث، شكرا جزيلا، بارك الله فيك شيخ شكري. شكرا. أتحدث من درنا وليس من طرابلس. من درنا، نعم من درنا، إذن من درنا ليس من طرابلس، من درنا في الشرق الليبي. إن شاء الله تكونوا بخير هناك جميعا شيخ شكري. من ألمانيا الإمام والداعية الدكتور خضر عبد المعطي. دكتور خضر، مرحبا بك، شكرا جزيلا، رمضان مبارك إن شاء الله. يا مرحبا، رمضان مبارك علينا وعليكم جميعا والمشاهدين الكرام. شكرا جزيلا لك. دعني أبدأ معك شيخ خضر فيما يتعلق بهذا المعنى المهم في الإنفاق. البعض ربما قد يفهم الإنفاق أن إنسان يخرج صدقة في المسجد أو عند المحتاجين حينما يجدهم، أو يخرج زكاة ماله أو فطر أو ما شابه ذلك. هل الإنفاق فقط هو شيء مقتصر فقط على هذه المناسبات وعلى هذه الحاجة، أم أن الإنفاق ومفهومه الشرعي لدينا في الإسلام أعمق بكثير وأشمل كذلك بكثير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحياتي لأخي الضيف الكريم والشيخ الفاضل المصاحب لنا. الشيخ شكري الحاسي من درنا في ليبيا. شكري، نحن يعني نتعلم منه فيسمح لنا في حضرته أن نتكلم يعني، وحضرتك كمان أستاذ سمير ربنا يفتح لكم ولجمهوركم الكريم. إنفاق كلمة تشمل المال وغير المال أولا يعني، ثم تشمل النفقة في رمضان وفي غير رمضان. فكلمة الإنفاق هو أن تخرج وأن تعطي وأن تفك أسرى يديك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذه النفقة قد تكون بالمال، وقد تكون بالنفس، وقد تكون بالوقت. تايم از ماني زي ما بيقولوا. فاللي بيعطي من وقته ويعطي من جهده ويعطي من مهاراته ويتصدق بما من الله به عليه من نعم أيا كانت هذه النعم، فهذا نوع من الإنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن تقضي مع أخيك
لأن تقضي حاجة لأخيك، أو من مشى مع أخيه لقضاء حاجة له حاجة الله، خير له من أن يعتكف في مسجده هذا شهرا. نعم. فكونك تمشي مع أخ فتقضي معه مشوار لترجمة لسعي في زواجه لمصلحة، هذا خير نفقة يعني، وأنفقت من وقتك وجهدك وخبراتك. ثم يأتي بعد ذلك الإنفاق بالمال، والذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية بالليل والنهار سرا وعلانية، هذا إنفاق نوع آخر. ولا يتوقف بالطبع الإنفاق عند الكريم على المواسم، الرجل الموسمي دائما مش مستحب. نحن في رمضان نصوم ونصلي ونزكي ونفعل كل مراسم الإسلام وتشريعاته في هذا الشهر الكريم، فقط لأنه تدريب على ما بعد رمضان، هو يعني كورس تعليمي تدريبي مكثف لمدة شهر على كل شرائع الإسلام، حتى تتعود نفسك وتألف وتكسر هذه الحدة لمدة شهر متتاليات، أيام متتاليات. بعد رمضان تستطيع أن أنت تمارس هذه العادات بشكل طبيعي ويصبح أمر عادي عندك. فالنفقة لا تستخرج موسميا إلا من البخيل، ولا تستخدم ولا تستخرج فرضا إلا من البخيل أيضا، إنما الذي عنده نوع من كرم النفس يكون كالماء ويكون كالمطر، فيخرج في كل وقت ويسيل في كل مكان ويعطي كلما طلب منه وهو قادر، ثم لا يفرق في العطاء بين الناس. الله كريم، ينزل مطره على أرض المؤمن وأرض الكافر، يعطي نعمه لمن يستحق من عباده ولمن لا يستحقها، لأن البشر أمامه سواسية والدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة. الكافر يتخلق، المسلم المنفق يتخلق بأخلاق الله، فيعطي للجميع ويعطي في كل وقت، وهو يستحضر أنها من صفات الله الكريمة، وأنه يعطي ما لا يغنيه ولا يبخل. نعم. بما لا يغنيه، وهذه صفات من صفات أهل الخير الذي يعطي بكرم ويعطي بسخاء. نعم. وقال فيه يعني يلقاك مبتسما كأنك تعطيه ما أنت سائله، يعني. نعم. يعني كمان يبتسم وهو يعطيك كأنك أنت اللي حتعطيه مش هو اللي حيعطيه. شكرا شيخ خضر، ابقى معي. مشكورا الشيخ شكري. خلينا نبقى في بداية في مفهوم هذا الإنفاق، في تعريف الإنفاق للمشاهدين، وهل هو مقتصر فقط على الأشياء هذه المعلومة أم هو أشمل وأوسع كما أشار الشيخ خضر عبد المعطي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب أيضا بشريكي في هذا اللقاء الشيخ العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين. آمين. الإنفاق هو مفهوم من المفاهيم التي ضاعت للأسف الشديد. نحن نعلم دائما أن الكثير من المفاهيم الإسلامية التي جاء بها الإسلام كثير منها قد ضاع وقد انحصر، خاصة في حسن الأجيال المتأخرة. فالإنفاق هو مفهوم كبير جدا، مفهوم فضفاض وواسع جدا. الإنفاق المادي والإنفاق المعنوي، ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما تكلم حتى عن المال أنه قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فنحن مستخلفون فيه في المال، والمال هو يعتبر، المال يعتبر اسم جامع لكل ما ينفق. وأيضا لما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن الإنفاق ويتكلم عن الصدقة ولو بشق تمرة، ثم بعد ذلك يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني تشوف أن هذا المعنى وهذا المفهوم، هذا مفهوم عظيم جدا في الإسلام، أن حتى اللقمة يرفعها الرجل في فم زوجته هذا نوع من الإنفاق ونوع من العبادة. مفهوم الإنفاق ومفهوم العبادة في الإسلام تميز عن كل المفاهيم الأخرى، ولهذا حينما فشلنا وحينما عجزنا عن بيان هذه المفاهيم الحقيقية للمعاني التي جاء بها الإسلام، كثير من الحضارات الأخرى ومن الأديان الأخرى ومن الآخرين لم يعرفوا الإسلام حق المعرفة،
وارتبطت عقولهم بالمفاهيم اللاهوتية والكنسية، لكن مفاهيم الإسلام التي جاء بها هي أوسع، تشمل الحياة وتشمل الدنيا وتشمل الآخرة. فمفهوم الإنفاق هو مفهوم عظيم، ولهذا جاء التعبير بالإنفاق دائما النفق هو المكان الضيق، فلأن النفس دائما مجبولة على البخل ومجبولة على الحرص، تحبون المال حبا جما. يعني القرآن حينما عبر عن ذلك عبر أن النفس الإنسانية في طبيعتها، نعم، في تركيبتها التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها، دائما حريصة، دائما شحيحة، دائما تحب المال حبا جما، دائما تحب الخير لنفسها. فجاء الإسلام بهذه المعاني، بمعاني الإنفاق، بمعاني العطاء، وأن الإسلام جعل العطاء هو المفهوم الأوسع من الأخذ. يعني حتى حينما نرى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أثنى عن الأشعريين، وهذا الحديث دائما سبحان الله، هذا الحديث قمة في الروعة، لما يقول عن الأشعريين، وهم قبيلة من اليمن اللي هم قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حينما قال أنهم إذا أرملوا في الغزو، أي قل مالهم وخرجوا للقتال وقل طعامهم، فقال صلى الله عليه وسلم يأتون بثوب واحد، يأتوا بثوب واحد ويجمع فيه كل ما لديهم من طعام، ويجعلوه في ثوب واحد ثم يقتسمونه بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر في نهاية هذا الحديث ماذا قال؟ قال فأولئك مني وأنا منهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينسبهم إلى نفسه، ينسب هذا الفعل العظيم كما نسب علي إلى نفسه، كما نسب أبا بكر إلى نفسه. فشوف الدليل على أن هذه المعاني معاني راقية، معاني التخلص من الشح ومن البخل. ونحن نرى اليوم أيضا من هذه المعاني التي اليوم ضاعت، اليوم نحن اليوم أصبحنا اليوم في وضع كارثي، حينما نرى إخواننا في غزة مثلا اليوم وما يحدث لغزة اليوم، ونرى أن الناس قد بلغ بهم الجهد أنهم يأكلون علف الحيوانات، علف الحمير، حشاك وعلف البهائم. يعني وصلوا إلى درجة في أمة الإسلام، الأمة التي بلغ عددها المليار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عونهم. أيضا لا ننسى عندنا أيضا اليوم عندنا السودان، عندنا صحيح، عندنا في ليبيا، عندنا في سوريا، عندنا في كثير في العراق، جيد، في أفغانستان، في نعم، كل ديار نعم، الإسلام. فكل هذه المآسي اليوم يعيشها المسلمون، والمسلمون هم الذين نزلت فيهم هذه الآيات وهذه المفاهيم التي جيد ضاعت في تفسير. هو ثقافة التبرع هي ثقافة أصيلة في المجتمعات المسلمة، حتى لما الآن في فترة ضعف الإيمان والتقهقر، هناك عند الأزمة تجد، يعني كنت أقرأ قبل يومين في موريتانيا على سبيل المثال، الأهالي يجمعون تبرعات لغزة، ما جمعوه تقريبا أكثر دولة عربية جمعت تبرعات شعبية، حوالي مليون دولار، حوالي مليون دولار، 300,000 أوقية، 300 مليون أوقية موريتانية، وهو مبلغ كبير جدا. فموجود الخير كما قال صلى الله عليه وسلم فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، لكن هذا دائما يبقى قليل. شيخ شكري وشيخ خضر، لما تذهب إلى الإحصائيات وللأرقام وتقارن بين ما ينفقه المسلمون في التبرعات والأعمال الخيرية وما ينفقه الغرب، تجد ما ينفق في الغرب أكثر بكثير، ويتجاوز حتى أثرياء الغرب ينفقون أكثر من أثرياء العرب في مثل هذه المناسبات ومثل هذه الكوارث خاصة الطبيعية التي تحصل. لكن أنا حود، ونحن في الموضوع متاع تعميق مفهوم الإنفاق، شيخ خضر، الشيخ شكري قبل قليل ذكر آية لتنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طبعا هو قال أن المستخلفين فيه المقصود بها المال، لكن هل يمكن نحن أن نوسع مفهوم المستخلفين فيه ليشمل الصحة والوقت والعلم وكل نعمة أنعم الله بها على الإنسان هو مستخلف فيها ويجب الإنفاق منها؟
سعى، هو قال الإنفاق معنوي ومادي وبكل ما يملك الإنسان، فكل ما استخلف عليه الإنسان من صحة ومال ووقت وجهد هو ينفقه في سبيل الله أفضل. وأنا أريد بس أن أضيف إلى تعريفه للإنفاق زيادة تجميلية يعني على ما تفضل به، إنه كلمة إنفاق كمان بتحمل معنى النفقة، يعني النفقة الفعل نفقة بمعنى هلك أو انتهى أو أخرج أو خلصه. فإذا يقول أنفق ماله بمعنى أنه أهلكه، يعني خلصه، يعني وزعه. وفي الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله ما قرآنا فهو يتنوه آلاء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله قرآنا يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. نعم، هذا الذي يهلك ماله يعني ينفقه ويصبح المال نافقا، يعني انتهى خرج في سبيل الله، تعني معنى السعة في العطاء، ما يعطيش بقدر ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا، ولا تبسطها كل البسط، لكن الإسلام يأمر بالتوازن. فكل ما جعله الله، ما جعلنا الله مستخلفين فيه علينا أن ننفقه، لأن كل ما امتلكناه سينفق. يا ابن آدم ليس لك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، يعني كل ما عندنا سيبلى، كل شيء سيبلى. فإذا كان سيبلى في أي طريق من الطرق فليبلى في طريق يقبله الله. إذا كان العمر سيبلى ننفقه كله طاعة لله، إذا كان المال سيبلى ننفقه فيما يدخره الله لنا في الآخرة. أيام سيدنا نوح مر على امرأة تبكي، فقال لها يا امرأة ما يبكيك؟ قالت له مات ابني ولم يبلغ من العمر 300 سنة، طبعا أعمارهم كانت طويلة. فقال لها امرأة أتبكي؟ ما بالك لو عشت زمانا يعيش الناس فيه بين 70 و60؟ قالت له يا نوح أو هناك قوم أعمارهم من 60 للـ70؟ قال نعم. قالت أهؤلاء يبنون بيوتا؟ قال يبنون. قالت أهؤلاء يخيطون ثيابا؟ قال يخيطون. قالت والله لو عشت زمان هؤلاء لمضيت 70 سنة ساجدة لله رب العالمين. الإنسان لو علم أن كل شيء سيبلى يخليه يبلى في طاعة الله. ولما عائشة رضي الله عنها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعا أصحابه إلى وليمة، ولما انصرفوا عائشة خبت الكتف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف، قال لها يا عائشة ماذا بقي من الشاة؟ قالت له يعني معنى ما تخافش يا رسول الله، أنا عارفة أنك ما أكلتش كويس والضيف ما بيخليش صاحب البيت يأكل جيدا، فأنا يعني نفدت كلها وبقي كتفها. فقال لا يا عائشة بل بقيت كلها ونفد كتفها، واقرأي إن شئت ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فنفد، نفاد الشيء معناها انتهاءه، فإذا نفد ينفد لله، وما بقي فأهلكناه قد يكون قليل جدا. فالأفضل أن يكون النفقة من كل ما يبلى، وكل ما نملكه سيبلى. ومهم جدا طبعا التأكيد على هذه النصوص شيخ شكري، لأن هي من ضمن الحوافز التي تدفع المسلم أن يتجه باتجاه الإنفاق، وأن ما ينفقه يخلفه الله له. هنا يستحضرني مثال رائع للشيخ محمد غزالي رحمه الله، يشبه الاستفادة، كيف يستفيد المنفق من نفقته بالشجرة حينما يقع تقليمها مرة في السنة في وقت محدد. هي عموما يقول لما تقلم الأشجار أنت تزيل عنها أغصانا كثيرة، تفرغها يعني، لكن هذا هو سبيل اللي يجعلها أكثر
فروعا وأمتن وأقوى في السنة المقبلة. فهكذا الصدقة أنت تشيل من نفسك قليلا، لكن الله يعوضك أشياء كثيرة في قادم الأيام. لكن هنا دعني أسأل عن النصوص كذلك الأخرى التي تشجع أكثر المسلمين على الإنفاق، وعلى أنهم حينما يكون الأمر متعلقا بالإنفاق في سبيل الله لا يجب أن يترددوا، لأنهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع بلال وهو فقير في وقتها، بلال يقول له أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. فكيف، ما هي النصوص فعلا التي ترفع وتدفع أكثر المسلم نحو هذا الباب؟ شيخ شكري. أيوة، طبعا النصوص في ذلك كثيرة، يعني آيات القرآن من كتاب ومن سنة كلها تحث على الإنفاق. ونحن نعلم أن النفقة جاءت بمعنيين، بمعنى الزكاة الواجبة المفروضة، وجاءت بمعنى الصدقة المستحبة. وأريد أن أستدرك عن قضية غزة، طبعا قضية نعم. الإنفاق في هذه الحالات لا تعتبر صدقات. هذه قضية مهمة جدا، هذه تعتبر يعني الآن الإنسان يخرج كل ما لديه، وهذا للأسف الشديد. ونحن نعلم أن اليوم كيف، لكن للأسف أن إخواننا في غزة، وكما قلت أن الخير ما زال في هذه الأمة، لو فتحت الأبواب للناس، لو فتحت حتى أبواب اليوم الدخول والخروج، ولكن نحن نعلم كيف أن إخواننا في فلسطين كيف تم التشديد عليهم والإغلاق عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم مخرجا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أبي هريرة أنه كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وهذا معنى آخر. رمضان طبعا يختلف، لماذا؟ لأن رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى كما نعلم أنه فضل أماكن عن أماكن، وفضل أزمنة عن أزمنة، ففضل رمضان عن غيره من الشهور، وفضل يوم الجمعة عن غيره من الأيام، وفضل يوم عرفة عن غيره من الأيام، وفضل الناس بعض الناس على بعض، المؤمنين غير المؤمنين، وفضل الأنبياء. فإذا فرمضان له خاصية لا شك، فالصدقة فيه أفضل. والصدقة من فضائلها كما قال ابن القيم فهي تطفئ غضب الرب. يعني شوف أنت، الله سبحانه وتعالى يعني كما جاء في الحديث أن الله حينما يغضب الذي يطفئ غضبه هو الصدقة، الصدقة التي تخرج. والصدقة هي أيضا كما قال عمر رضي الله عنه حينما وجد رجلا جائعا قال له أنفق، حتى وهو جائع قال له أنفق فسينفق الله عليك، لأن داووا مرضاكم بالصدقات. فتجد أن معنى الصدقة معنى عظيم، هي دواء وهي علاج. الصدقة كما جاء في النصوص الكثيرة، أفضل الصدقة كما قلنا في رمضان، أفضل الصدقة سقي الماء، وأفضل الصدقة يعني كما يقول الفقهاء هي ما يحتاجه الناس في زمانهم وفي مكانهم وفي عصرهم. ولهذا نحن نحتاج اليوم إلى أن تكون كل هذه النصوص الثابتة من القرآن ومن السنة أنها تكون حافزة اليوم، تحفز المؤمنين لأن يتراحموا، خاصة كما قلت اليوم نحن في مرحلة الحروب الموجودة اليوم في كل الديار المسلمين. فنحن نحتاج إلى أن نتراحم، أن نتفقد الأقارب، أن نتفقد الجيران. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فيه ترهيب حينما يقول ما من أهل عرصة يبيت فيهم رجل جائع إلا وهم يعلمون فقد برئت منهم ذمة الله، فقد برئت منهم ذمة الله. يعني شوف، ذمة الله ورسوله، يعني هذه أحاديث كلها تبين معنى أن لابد للمسلمين أن يتكاتفوا، أن يتعاونوا، أن ينظر بعضهم إلى بعض، أن يتزاوروا خاصة في المحن، وأن يسألوا عن أقاربهم، عن جيرانهم. كل هذه المعاني نحتاجها لا شك اليوم في هذه المحن التي تمر بها. نعم شيخ خضر، فيه آية في القرآن، آية دعنا نقول تخيف حقيقة المؤمن حينما يقرأها بقلبه وببصيرته،
يقول الحق سبحانه وتعالى: ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، ثم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هنا موضع التخويف، وإن تتولوا طبعا هنا جاء في سياق الحديث على الإنفاق، فما علاقة أن تتولوا؟ هل المقصود بها أنه إذا بخلت ولم تنفق في سبيل الله فهذا يعني أنك توليت عن أمر الله وسيعوذك الله أو يستعيذك الله بغيرك؟ نعم، وفي آية جامعة قبلها: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهي نفس المعنى، والقرآن كله متكامل. فلو أنك ما أنفقت فستهلك نفسك، ولو أنت قلت مربط الفرس في الآية أنت تولوا قبلها مباشرة: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فهذه وحدها عقوبة كبيرة، أن تبخل عن نفسك في إكرامها وعتقها من النار، التمرة تعتق من النار يعني، فما بالك بالصدقة الكبيرة. فاستبدالك بغيرك، لأن الله غني عنك وسيتنافس غيرك في إرضاء الله سبحانه وتعالى. وهناك في محيط هذه الآية ما ورد عن اليتيم الذي جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قسوة قلب جاره، وجار هذا كان من الصحابة. وهنا مربط الفرس بقى يا أستاذ سمير، كما تقول العملية عملية القلوب وإخلاص القلب والبصيرة التي تحرك الإنسان. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإمام الشافعي يقول رحمة الله بنا في سورة العصر في كلمة: إلا، وإلا كلنا نبقى خسرانين. ففي ناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وإن كانوا قلة، ولكن لم يحركهم الإيمان، وإيمانهم كان مجرد إيمان شفوي باللسان ولم يكن محور حياتهم بالإيمان. بدليل هذا الحديث: جاء رجل يشكو جارة: يا رسول الله، جاري يملك نخلة وهذه النخلة تميل على بيتي، ومات أبي وأنا أردت أن أبني سورا، فأنا أخشى أن هؤلاء أخواتي يأكلوا الطعام من النخلة، هذا التمر مش بتاعنا. فذهبت إلى الأجار وطلبت منه أن يعطيني النخلة هدية لإخواني الأيتام، فرفض. فقلت له: طيب نشتريها منك. قال: لا. قلت له: ماذا تريد؟ قال لي: اترك الأرض اللي فيها النخلة. أنا لا أترك أرضي. فالنبي قال: أتوني بصاحب النخلة. فجاء صاحب النخلة، والعجب هذا القلب القاسي يا أخي، العجب أنك تجد واحد مجلس مع رسول الله في مجلسه والنبي يطلب منه هذا الطلب، يقول له: يا رجل اعطي اليتيم النخلة صدقة. قال له: لا كده على طول، لا أنا حر، والملكية الخاصة تدي له هذا الحق لأنها صدقة. قال له: لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: طيب اعطيهم النخلة صدقة وأضمن لك بها نخلة في الجنة مسيرتها شهر. قال له: لا. النبي صلى الله عليه وسلم ضامن، قال له: لا. شوف القلب، أي إيمان هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل له عرض آخر، قال له: بيع النخلة للأيتام وأضمن لك ثمنها. قال له: لا، أنا أريد نخلتي وفي مكانها، لا أبيع ولا أتصدق. فقعد صحابي اسمه أبو الدرداء، شوف بقى قلوب المؤمنين، وهذه العرض الظاهرة أيام النبي طبعا في الأغلبية، قام أبو الدرداء أبضاء يدعو إلى الإسلام ويغير على دين الله. قال له: يا رجل ويحك، أيأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطي النخلة للرجل صدقة فترفض، ويعرض عليك نخلة في الجنة فترفض؟ طيب بيع النخلة. قال له: لا حبيع ولا أتصدق. فنظر أبو الدرداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أما زال العرض ساريا؟ يعني ما زال موضوع نخلة بنخلة في الجنة هذا قائم؟ قال: نعم. فنظر أبو الدرداء إلى الرجل وقال: يا رجل، أتعرف بستان أبي الدرداء؟ قال: نعم. ومن لا يعرفه؟ قال: به 600 نخلة وبئر معين وقصر مشيد وسور لا مثيل له، خذ كل هذا واعطي الأيتام النخلة.
فقال قبل. شوف عند الدنيا قبل. فنظر أبو الدرداء أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وقال له يا رسول الله أبذلك يكون لي نخلة في الجنة؟ قال لا يا أبو الدرداء، لقد عرض الله نخلة بنخلة، أما أنت وقد عرضت بستانا بنخلة فلا يكون لك إلا بستانان في الجنة. فهذا الإنفاق الذي تحرك بالإيمان، واحد عنده يقين بأن الله سيعطيه. فلما رجع إلى امرأته، وده دور المرأة التي تعين زوجها في الإنفاق وتعين زوجها، وده دور الزوجة المسلمة الصالحة، دخل بستانه قال لا يا امرأة أنا تصدقت بهذا البستان كله لله، فهيا نخرج إلى بستان آخر. فقالت ربح البيع، وذهبت إلى أولادها تخرج التمر والطعام من جيوبهم وأفواههم وتقول لهم لم يعد ملكنا الآن، إنه ملك لله ورسوله. هذا الإنفاق هو الذي استخلفنا فيه، وهذا الذي إن خالفنا فيه حنبخل على أنفسنا، لأن الله غني، ومئة في المئة سيستبدل الله بنا غيرنا. ولا شك أن هذا الدين سينتصر، وأن الفقير سيأكل، وأن المعدم سيصله أجره إن لم يكن منك. لذلك ربنا يقول سابقوا، لأنه إذا ما سبقت سيسبقك غيره. نعم. إذا ما سيلحق بالفقير غيرك، وهذه منافسة. نعم. سبب عمر بن الخطاب كان ينافس أبو بكر الصديق على الإنفاق ويراقبه يشوفه رايح فين، فلقاه رايح لامرأة مسكينة في أعلى المدينة، فعرف أنه بيجي يطعم هذه المرأة رغم رفيع مكانة أبي بكر، فعال والله لا أسبقه إليها غدا، فرح لها بدري شوي وقدم لها الطعام. فبينادي يا امرأة، قالت له من؟ قال لها عمر. قالت له ما جاء بك في هذه الساعة يا عمر؟ قال لها جئت أعطيك طعام الأيتام. قالت له سبقك أبو بكر فأطعمنا يا عمر. لعل أبو بكر لاحظ أن عمر يراقبه فقال لا سيأتي غدا، فسبق. فقال عمر والله ما سبقته إلا سبقني. ولما جاء عمر بنصف ماله يوم العسرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا نصف مالي، هل تصدق أحد بأكثر مني؟ قال نعم، تصدق أبو بكر بماله كله يا عمر. وهكذا التنافس سواء كان في العلانية أو في السر، سرا. نعم. وعلانية. نعم. الاثنين. طيب. مقبولين طالما القلب خالص. شيخ شكري، بناء على كل هذه النصوص والقصص الواقعية التي ذكرها الشيخ خضر، نسأل عن أهمية إذن الإنفاق في المجتمع المسلم أو في المجتمع الإنساني بصفة عامة. حتى شيخ شكري هل سمعت السؤال؟ لا سألتك عن أهمية. شيخ شكري هل أنت معي؟ هل تسمعني شيخ شكري؟ أيوة الآن نسمعك. نعم. جيد. سألتك عن أهمية الإنفاق في المجتمع الإنساني بصفة عامة. نعم. هو لا شك أن الحديث لما نرجع إلى الحديث التي أو الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكفر والفقر، وكما ورد عن عمر أنه قال لو كان الفقر رجلا لأمرت بقتله، والحث على الإنفاق. نحن نعلم أن المال هو عصب الحياة، وأن الجوع قد ينقل الناس من الإسلام إلى الكفر، ولهذا الإنفاق كان الأمر به. وكثرة الآيات، هذه الآيات المتزاحمة والأحاديث التي وردت في حق الإنفاق، كل ذلك لا شك دليل على أن لابد للمسلم أن يكون. نعم. أسمعك شيخ. لابد للمسلم أن يكون عونا لأخيه المسلم، ولهذا كما قلنا أن عدم الإنفاق والبخل، ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم البخل، وجعل الإيثار من أعلى المراتب. فكل هذه المعاني لا شك كلها لأنها تجعل من المجتمع مجتمعا متراحما متماسكا مترابطا، وهذه من مقاصد الشريعة في قضية الإنفاق. ولهذا
لا تجد بعد ذلك الحسد بين الأغنياء وبين الفقراء، لا تجد الشحناء والبغضاء، بل تجد التسامح، تجد النفوس تتقارب حينما يشعر الفقير بأنه يعيش مع جنبا إلى جنب ولا يحتاج إلى شيء بوجود إخوانه المسلمين الذين بجنبه. أيضا عندنا الإنفاق بالمعنى العام، ولهذا حتى في الحروب، يعني الإسلام بلغ من قمته أنه حتى في الحرب ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مسكينا ويتيما وأسيرا، الأسير وهو الأسير سواء المسلم أو غير المسلم، كما قال ابن كثير، قال حينما تكلم عن أسرى قريش في بدر قال كنا نطعمهم غداءنا وعشاءنا. فكل هذه المعاني لا شك أن الإنسان المسلم مدعو إلى الإنفاق، مدعو إلى العطاء، كما أن الإسلام أيضا حينما جاء في الأحاديث أن دخلت النار مرأة، دخلت مرأة النار في هرة، لا صحيح. هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي أطلقتها، تأكل من خشاش الأرض. مع هذه المعاني أيضا بغية من بغايا بني إسرائيل، هذه المرأة التي هي مرأة عاهرة من بني إسرائيل زانية، ومع ذلك حينما كانت في الصحراء وحينما اشتد بها العطش ووجدت بئرا فنزلت فشربت ثم ارتوت ثم صعدت، ثم حينما وصلت إلى قمة البئر فوجدت كلبا يلهث فقالت لقد بلغ العطش منه ما بلغ كما بلغ مني، فنزلت وسقت الكلب. فالحديث الصحيح يعني فيقول فغفر الله لها، فشكر الله لها فغفر الله لها، يعني هذا الحديث يعني حديث يعني من المفروض أن نجعله في هذا، أن في مؤسسات ما تسمى اليوم بالرفق بالحيوان، وتجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف جعل أن سقي الماء للكلب كيف أنه كان سببا لأن يغفر لمرأة بغي، لمرأة عاهر من بني إسرائيل. أيضا الإنفاق، نحن نحتاج أيضا أخي الكريم، أنا أقول دائما أن الإنفاق بالمفهوم التقليدي، نحن نحتاج اليوم أن يكون هناك مؤسسات، ولهذا المجتمع الدول الغربية تقدمت علينا كثيرا في إنشاء المؤسسات، مؤسسات الزكاة، مؤسسات النفقة، مؤسسات التي تعمل على تنمية الأموال وليس على إهدارها بالجملة، وإنما تكون هناك موارد للفقراء، وكما يقول المثل الصيني المشهور بدل أن تعطيه سمك علمه الصيد. فهذه معاني نحتاج اليوم خاصة من المؤسسات، وإن كان ما زال دور المؤسسات في مجتمعاتنا ضعيفة، أن تعمل على مفهوم المؤسسات الزكوية وإخراج الصدقات بهذه المعاني حتى تكون دائما ومستمرة. الشيخ خضر، ما أهمية إذن هذا الإنفاق في بناء التضامن الإنساني، التضامن بين المسلمين وحتى غير المسلمين، مهم في تماسك المجتمعات؟ والله من كان حيا بقلب حي سيشعر بمجتمعه ويشعر بمن حوله. الإسلام يقول مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا كان هناك تواد وتراحم وتعاطف، لا شك أنك هتلاقي المسلمين متضامنين متكاتفين، لا يبيت جائع وجاره عنده ما يطعمه به. ولكن هذه المعاني بتتماحى وتتلاشى بفعل الثقافات المادية والغربية الذين يعيشون في قوقعة مادية. وأنا لست مع حضرتك أو يعني مع أني دايما موافق، يعني أنه الأوروبيين ينفقون أكثر في المسائل الخيرية. لا، المسلمون طبعا أكثر، والمسلمون يقدمون من صلح منهم وحسن إسلامه وأعطاه الله يقدمون. لكن احنا لو قارنا بما يملك الغرب من أموال قد يملكون أكثر، وهذه فتنتهم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه.
ولا تنظر إلى من يبخل من أغنياء العرب والمسلمين لأنهم كثرة ولأنه غرتهم الحياة الدنيا ولأن الاستعمار عمل فيهم بثقافة المادة والبزخ على الشهوات. أيضا في العرب والمسلمين من ينفق أموالا يتعجب منها الغرب، سواء كان إيجابي فينفقه في الخير أو سلبي فينفقه في التافه. يعني سمعت أن رجلا اشترى في مزاد علني لفنانة وهو رجل خليجي أو رجل سري عربي ملبس داخلي لإحدى الفنانات المشهورة الميتين، يعني ميتة نافقة، اشترى الملبس الداخلي لها بكام ألف دولار. أيضا سمعت أن واحد جاب رقم السيارة رقم واحد في بلد من البلدان فاشتراها بمئتين وخمسين مليون ثم طلاها بالذهب. فهذا ما يقوله الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وسمعنا أيضا من نفس البلاد من عاشت أوروبا بكل مساجدها الكبيرة من رجال الخليج ورجال الدول العربية والإسلامية الذين صح إيمانهم وصح إسلامهم، فكان الواحد فيهم يشتري المسجد بالملايين ويدفع لمشروعات الخير بالملايين. فالمسألة لا تقف أبدا عند الغرب والشرق، إنما هي وعي الأمة بواجباتها. فلو وعي ومعركة الوعي هذه التي يخوضها كثير من العلماء والذين يغيبون في السجون معظمهم قضيتهم قضية وعي، ومن أراد أن يوقظ الشعوب فيكون مصيره مصيره. لكن مروا يا بني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على التضافر الاجتماعي ومحاربة الطبقية ومحاربة الاحتكار ومحاربة السياسيين الذين يستغلون قدرات الناس وتوزيع الثروات بطريقة غير معتدلة وإهمال الذين يأكلون من القمامة في الشوارع وإهمال الآلاف من الذين يموتون في الأرض المباركة أطفال ونساء رغم وجود دعوات مادية وأوروبية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق الحيوان، إلا أنها أمام القوى السياسية الكبرى عجزت أن تقوم بهذه الواجبات أو أن تنفذ على أرض الواقع هذه القيم والمفاهيم. لا شك أن تضامن المجتمع أمر ما يدعو إليه الإسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. فعندنا كثير مما يدل على النفقة ولضمان التكافل الاجتماعي، وعندنا التكامل والتكافل. والرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى لو أنا يعني محتاج أؤثر أخي الذي في حاجة أكثر مني علي. وما تدور من حرب على دول الإسلام لتتفكك حتى لا تتضامن، ولا بد أن يصل إلى الجمهور أن أرض الإسلام وما خص الله به البلاد التي أنزل فيها الإسلام خصها بالوحي وخصها بالخيرات. هذه البلاد كلها خيرات، أوروبا يعيش دول كثير منها على خيرات الدول الإسلامية وخيرات إفريقيا، ولولا هذه الخيرات ما استطاعت هذه الدول أن تعيش في نور ولا صناعة ولا تقدم. ولكن هم احتلوا هذه الدول باحتلالات مختلفة عسكرية وفكرية وسياسية، فأدى هذا إلى فقر هذه الشعوب. ثم يتنافس الأغنياء والأثرياء على تبني ماديات الغرب وتبني ما عند الغرب من ثقافات، فنسيوا ثقافتنا. مدارسنا كلها لا تقوم على هذا التكافل ولا تقوم على هذا على هذه المعاني، وقسموا مسألة الصدقة في أنك تحط في صندوق مسجد أو تعطي لفقير ماشي في الشارع، ونسوا أن كما يقول أخي شكري المؤسسات الإسلامية عليها دور كبير جدا في وعي الناس لإقامة مشروعات تكافلية قوية. التكافل هذا ليس فقط في الأكل والشرب، وإنما التكافل في طلاب العلم. عندنا كفالة طلاب العلم، والله كم من طالب يضيع فقهه وعلمه لأنه يسعى
إلى لقمة عيشه، وكم من طالب علم نبيه يدفع مستقبله لأنه يسعى إلى لقمة عيشه. فلو كفله غني لكفانا وأخرج علماء للأمة مثل العلماء اللي فقدناهم. شيخ شكري، كيف نحول هذه المعاني القيمة في القرآن وفي السنة وما كنتم تتحدثون بشأنه إلى ثقافة مجتمعية حتى يصبح الجميع يشارك، كل حسب طاقته وكل حسب قدرته؟ وقد جاء في الحديث غلب درهم 100,000 درهم أو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو غلب درهم 100,000 درهم، يعني هذا الحديث يبين على أن النوايا لها، النية الصالحة والنية الخالصة لله سبحانه وتعالى، أن لا شك أن لها الدور الأكبر. فأحمد بن حنبل عند عدن الحديث إنما الأعمال بالنيات، ولهذا جاء في الحديث أيضا في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال ورجل تصدق فما تعلم يمينه ما أنفقت، فما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهذه لا شك أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى هذا له دور كبير جدا أيضا، وهذا لا يعني أن الإخلاص وعدم الإخلاص خاصة اليوم الإعلامية التي لها دور في التحفيز على تحفيز الناس للصدقة، وهذه طبعا لا أظن أنها تتقاطع وتتنافى مع مفهوم الإخلاص، ولكن الإخلاص هو عمل قلبي، لكن هذه الأعمال قد تكون لها دور التحفيز، تحفيز الناس أيضا الوعي، وضع وعي الخطباء والعلماء والدعاة، هذا الوعي هو الذي يعني يفتح للناس ويجعل للناس أيضا يفتح لهم. شيخ شكري، هناك تقاطعات كثيرة، يبدو مشكل في الشبكة. على كل، نحن وصلنا إلى نهاية الحصة، أشكر الشيخ شكري الحاسي الإمام والداعية من درنا في ليبيا، أشكر الدكتور خضر عبد المعطي الإمام والداعية في ألمانيا على كل هذه المعاني والتي ذكرانا بها. إن شاء الله يكون الرسالة وصلت، وإن شاء الله هذا يكون مساهمة في رفع الوعي بأهمية الإنفاق ودور الإنفاق في تماسك المجتمعات، خاصة طبعا كما أشار المشايخ في هذه الظروف التي تمر بها أمتنا. أشكركم أنتم كذلك مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، نتمنى لكم رمضان مبارك، نتمنى من الله تعالى أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وموعدنا الجمعة المقبل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.